مشاهدي شوف تي في اهلا ومرحبا بكم الان في المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. بطبيعه الحال معنا فنان ماشي غريب على المغاربه، لا الوجه ديالو لا الصوت ديالو كلا كذلك الاسم ديالو، الفنان احمد هزلي ابن منطقه البرنوصيه اللي شرف بهذه المنطقه هذه كذلك، وعنده ان شاء الله مهرجان المعروف بصوت الغد للدار البيضاء اللي غادي يكون حاضر فيه. ما نساوش ان الفنان هزلي دائما معروف باغانيه الوطنيه وحبه للوطن وللرايه المغربيه والصحراء المغربيه وكذلك الملكنا محمد السادس نصر الله واياه. فاخر اعماله كانت بعنوان الصحراء المغربيه وستظل المغربيه ابا من ابا وكره من كره. تفضل خويا هزلي. السلام عليكم، معكم احمد هزلي ابن تراب عماله مقاطعه سيدي البرنوصي. الحمد لله كما قلت يا سيد حمزه، بالنسبه للاغنيه ديال الصحراء المغربيه اللي لقات واحد النجاح في الربع المملكه المغربيه، وهذا اللي شرفني بحكم غنيتها في عده مهرجانات على الصعيد الوطني، والحمد لله لقيت واحد الاقبال زوين بزاف، خصوصا الاطفال الصعيدين هذا الجيل، هذا الجيل الصعيد الحمد لله. لقيت الاغنيه لقات واحد الانتشار كبير بزاف ولقات واحد الصدى طيب، وبالعكس شو تي في كنبغي نشكرها حتى هي، كانت من السبب باش ان الاغنيه ديال الصحراء المغربيه كانت انتشرت لي، كان اللقاء دي باش قبل من الاصدار ديال الاغنيه في شهر 12 2023 اللي كان دار واحد اللايف وكان دار واحد فيديو بروفيسيوني. كنبغي نشكركم من هذا المنبر هذا بسبب هذاك الفيديو ان الاغنيه لقات واحد النجاح، حقات نجاح على الصعيد الوطني اولا. ثانيا الحمد لله حتى الاغنيه اللي تحت الشعار الله الوطن الملك اللي كانت اهداء للمديري العام للامن الوطني، كنشكرهم مشكورا على مجهودات جباره كيقوموا بها، يعني العمل اللي كيقوموا به والصهير ديالهم، كنقول لهم الله يوفقكم في خدمه الوطن ديالكم والله ييسر لكم الامور ديالكم والله يخلص سيرفيسكم على خير. والحمد لله كما غادي نقولوا نوعد الجمهور في هذه الايام المقبله نهار 18 نوفمبر بمناسبه عيد الاستقلال المجيد مهرجان دار البيضاء صوت الغد، اللي انا ضيف شرف من اللي منظمه جمعيه لاسو الفامي للاعمال الاجتماعيه اللي كتراس الاستاذه والام ديالي الثانيه الاستاذه لاله ملكه الصبراوي. وكنتمنى من الجمهور اللي بغى يجي يحضر غادي يكون مع يعني مع السونسا ان شاء الله، اللي بغى يجي يحضر كنقول مرحبا الف مرحبا. وكما كنقول لك سيدي حمزه كاينه اغنيه جديده ان شاء الله اللي انا حاليا كنشتغل عليها، وش كنقول لك ضربت ثمره بزاف عليها، وهي من كلمات ديال واحد الاستاذ مخضرم معروف على الصعيد الوطني واللي انا شخصيا كنعتز به، وكنبغي نعتذر من الجمهور لانني من ليله البارحه ما نعستش بحكم العمل ديال الاغنيه الوطنيه وحكم الانشطه اللي كانت عندي بمناسبه المسيره الخضراء وكذلك بمناسبه عيد الاستقلال، كنعتذر منهم هي بالكلمات الاستاذ عبد المجيد امطال الرجل الطيب اللي كنعتز به وكنفتخر به الرجل الوطني، تحت عنوان الاغنيه الرؤيه الملكيه. وكنتمنى من الله يوفقني، ومن هذا المنبر كنبغي نشكر شوب تي في وكنشكر السيد المدير العام دريس الشحتان اللي صراحه كيواكب جميع الشباب الوطنيين، وكنتمنى يكون الاصدار ديال الاغنيه من قلب قناه شوب تي في ان شاء الله، وتقدم حتى السي حمزه وهذا شرف ليا ان شاء الله. الله يعني كتشوف ان الاغاني الوطنيه صعيب ان الفنان يلقى بهم شهره واسعه يعني في المغرب. انا بالنسبه لي استاذي الاغاني الوطنيه هو واجب وطني اول حاجه، ما كنتسناوش منه مقابل مادي او لا كنتسناو منه شي حاجه، واخا رغم انتقادات رغم الاحتكاك يعني فيما هو خصوصا كما كنقولوا في لونتوغاج ديالك ولا هذا، ديما انك يبقى بين قوسين راه بيبليك راه غادي يفهم، يعني وطني تساوي اكس ايكغيك، مع كل احتراماتي لجميع الرجال الوطنيين والفنانين الوطنيين اللي كنفتخروا بهم، وانا دائما اقولها لا فوق الخشبه او لا في المنابر الاعلاميه، دائما جنود مجندين وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وأياده. وكذلك من هذا المنبر اتمنى الشفاء العاجل لجلاله الملك، اطال الله في عمره، الله يبارك في عمر سيدي، والله يشافيه والله يشافيه الله يشافيه، والله يخلي لنا والله يطول لنا في عمره.
باك راك رساله للناس باش يجيو يحضروا الفعاليات مهرجان صوت الغد بالدار البيضاء. هذا المهرجان ديال صوت الغد ديال الدار البيضاء ديال جميع الناس اللي جات الدار البيضاء سطات. هذا المهرجان مهرجان هو وطني اول حاجه، النسخه ديال السابعه الحمد لله لقى واحد النجاح، ومازال جاي هذا المهرجان جايب معاه مستقبلا مشاريع مستقبليه اللي غزوينه للشباب اللي غادي تكون. وانا لي الشرف انني نكون ضيف شرف لهذا المهرجان، هذا النسخه السابعه. وكنبغي نشكر كذلك السيد المدير ديال المهرجان الاستاذ زكريا السعدي، وكذلك رئيسه الجمعيه الاستاذه ملكه الصبراوي اللي كتشجع الشباب ديال ابناء منطقه سيدي البرنوسي، لكن كل الاحترام والتقدير الاستاذتي العزيزه. شكرا ومرحبا بالجمهور المغربي.